معانا النهارده ارقام تيشرتات لعيبه النادي الاهلي في الموسم الجديد 2024 2025. قبل اي حد تاني هنعرفكم كمان الصفقات الجديده قررت ان هي تلبس تيشرتات ارقام كام، وكمان كل اللي غيروا تيشرتاتهم بعد طبعا ما ناس كتير مشيت من الفريق. هنقول لكم كل دوت، وتعالوا بينا نبتدي مع بعض على طول. وفي حراسه المرمى طبعا رقم واحد محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح معاه رقم اثنين، كمال عبد الواحد رقم ثلاثه، يوسف ايمن الوافد الجديد رقم أربعة هيبقى رقم أربعة، رامي ربيعة زي ما هو رقم خمسة، ياسر إبراهيم ستة، محمود كهربا رقم سبعة، أكرم توفيق رقم تمانية، وسام أبو علي زي ما هو رقم تسعة، بيرسي تاو زي ما هو رقم 10، وكمان رضا سليم رقم 11، نبيل كوكا قرر إن هو يكون رقم 12، كمان مروان عطية زي ما هو رقم 13، حسين الشحات طبعا رقم 14، رقم 15 لسه محدش اختاره، هل هيكون من نصيب صفقة جديدة لو بالرمضان جه؟ بعد كده رقم 16 الحارس الثالث حمزة علاء، عمرو السولية زي ما هو رقم 17، عمر الساعي الوافد الجديد من الإسماعيلية خد رقم 18، محمد مجدي قفشة زي ما هو رقم 19، كريم نيدفيد زي ما هو رقم 20، علي معلول زي ما هو رقم 21، إمام عاشور زي ما هو 22، رقم 23 برضو لسه فاضي، هل يا ترى يكون برضو من نصيب صفقة جديدة لو حد جه؟ بعد كده أشرف داري الصفقة الجديدة المغربية خد رقم 24، يحيى عطية الله الصفقة الجديدة برضو خد رقم 25 وهو بيحب رقم 25، بعد كده مصطفى أبو الخير خد رقم 26، طبعا ده لاعب متميز وصاعد من الناشئين وكولر اختاره عشان يتقيد في القايمة. كمان موجود طاهر محمد طاهر زي ما هو رقم 27، كريم فؤاد ربنا يشفيه برقم 28، سمير محمد ده بيلعب مهاجم ومن الناشئين وبيقولوا ان هو مهاجم متميز جدا وهيكون المهاجم الثالث بعد وسام ابو علي وبعد كهربا، معاه رقم 29، محمد هاني زي ما هو رقم 30، مصطفى شوبير زي ما هو 31، محمد عبد الله برده ده من الناشئين ولاعب متميز جدا هيكون رقم 32، واخيرا كريم الدبيس برده محسوب على الناشئين رقم 33. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان شاء الله تكون سنه خير للنادي الاهلي ويحصد فيها كل البطولات زي السنة دي ما حصلت كل البطولات. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشتركوا معانا، تدعمونا، تعملوا لنا لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.